عشان نتكلم أكثر عن الإجراءات الاحترازية لذوي الإعاقة ينضم معنا هنا في الأستوديو الأستاذ محمد الحمالي وهو مدير عام جمعية الإعاقة الحركية للكبار. أستاذ محمد صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخير. حياكم الله. الله يحييك. بداية يعني لو تكلمنا عن الإجراءات الاحترازية والوقائية اللي تعمل بها الجمعية في تقديم خدمات لذوي الإعاقة. طبعا الجمعية قامت بدور كبير ولله الحمد في أزمة كورونا بشكل عام، يعني خلال الفترة الماضية بالتعاون مع القطاعات الحكومية قدمت حزمة من البرامج اللي يحتاجونها ذوي الإعاقة، يعني تأمين المستلزمات الطبية الوقائية، النقل الطارئ، الصيانة، بما يصل إلى 3 مليون ريال ولله الحمد. ما يخص الإجراءات الوقائية لخدمة النقل، هي تم تعقيم جميع السيارات قبل تخرج من مستودعات النقل، تعقيم كامل والتأكد من كذلك أن وجود مع كل سائق تعقيم خاص صغير، يعني أدوات خاصة بحيث أنه كل نقل مستفيد يتم تعقيم الأشياء اللي ممكن يتلامس يده فيها، المقابض، بعد ما ينزل المستفيد كذلك يتم التعقيم. نعم. بعد عودة السيارات يتم تعقيم السيارات بشكل كامل والتأكد كذلك من أن يكون لدى المستفيد توكلنا الخدمة متاحة لديه للتأكد أنه فعلا غير مصاب، خاصة خدمة النقل ينقل أكثر من حالة، وكذلك يدخلون مستشفيات، فبشكل يومي يتم التأكد من التعقيم والتأكد من وجود التطبيق وتحديثه بشكل مستمر. نعم. أيضا يمكن استخدامهم لبعض الأجهزة تلامس مع الأشياء من حوله ممكن يكون أكثر ومضطر لذلك، يعني ما حيقدر أنه يمنع التلامس مع أجهزة وما إلى ذلك. هل هناك توعية لذوي الإعاقة كيفية التعامل من أثناء الخروج إلى المنزل وحتى العودة؟ طبعا احنا زي ما ذكرت أنه نتأكد يؤكد عليهم برسائل خاصة أنه لبس الكمامات، كذلك أنه التعقيم المستمر، تعقيم الأجهزة، الأدوات اللي يستخدمونها، الكرسي، السائق حركية يعني مسؤول عن التعقيم بشكل كامل. لدينا في الجمعية ولله الحمد قسم خاص للتطوير والجودة، أخصائي الجودة بشكل مستمر، يعني زيارات للتأكد من أنه يعني يقوم بالعمل بشكل صحيح وسليم لنضمن سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة. جيد. أكيد كان لكم تجربة العام الماضي مع وجود الجائحة وبداية وجودها في تقديم الخدمات لذوي الإعاقة، أنتم كيف تعملون حتى في وضع التوقعات؟ اليوم نعرف أنه الإجراءات المشددة تأتي وفقا للحالة الصحية، ما هي جداولكم وفقا للتوقعات حتى لا يعني تتضرر الخدمات بالنسبة لذوي الإعاقة؟ بالضبط. احنا زي ما شفنا في أثناء الحجر، يعني كان احتاجوا ذوي الإعاقة خاصة اللي عندهم غسيل كلوي، جميع الخدمات توقفت، الكريم، أوبر، الخدمات الأخرى، والله الحمد جمعية حركية أمنت السيارات ذوي الإعاقة حتى غير المعاقين، بحكم وجود سيارات الجمعية كلها مهيئة برافعات، يعني عندنا كذلك من كبار السن نقلناهم للمستشفيات، نقلنا حالات وصلت المطارات من خارج المملكة، كانوا عالقين خارج المملكة، نقلناهم للمستشفيات، نقلناهم مناطق المملكة، كان لدى الجمعية تصاريح خاصة. كذلك عندنا الله يبارك فيكم اللي هو موضوع الأدوات الصحية، الأدوات الصحية يحتاجونها ذوي الإعاقة بشكل كامل، سواء القسطرة، أدوات فهذه تقريبا صعب خروجهم من منازلهم. تم الاتفاق مع وزارة الصحة، تم تأمين كميات كبيرة ولله الحمد من هالمستلزمات الصحية، وصلنا لحد منازلهم بالتعاون مع فرق تطوعية، يعني من جميع من الجنسين ما شاء الله تبارك الله، شاركونا بعضهم بسياراتهم الخاصة، بسائقينهم، وصلوا هالأدوات الطبية. نعم. يعني فكرة التنسيق ما بين المتطوعون الراغبون في المساعدة، ما بين ذوي الإعاقة المحتاجين لبعض يعني الأدوات، كيف يتم التواصل مع الجمعية وكيف يتم ترتيب الأمور؟ طبعا احنا الجمعية من خلال بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منصة وطنية للتطوع، أي شخص يستطيع أن يسجل فيها. الجمعية كونت شكلت إدارة للتطوع
يستطيع يعني نطلق أي فرصة تطوعية لدينا في الجمعية، سواء البحث الاجتماعي، توزيع السلال، توزيع كسوة الشتاء قبل فترة، أي فرصة تطوعية تتاح في المنصة الوطنية للتطوع من خلال يعني يستطيع أي متطوع أو متطوع الدخول على المنصة والحصول على الفرصة والتقديم عليها. وبعد ذلك يتم تسليمهم في تعهدات انه يعني نتاكد من رقم الهويه، تعهد بالالتزامات خاصه لهم، وبعد كذا بعد ما ينتهي يسلم له شهاده بالسعادة التطوعيه. انتم تعرفون الان التطوع الان صار هدف المملكه في 2030 نوصل الى 1,000,000 متطوع. الحمد لله ما شاء الله الان يعني العدد يعني كبير، ما عندي احصائيه بالذات كم وصلنا فيها، لكن احنا لاحظنا من خلال الجمعيه انه العدد ما شاء الله كبير من الجنسين، لأنه الآن يعني الحقيقة الخطوة الإيجابية أنه الوزارات والشركات فعلت التطوع حتى في موضوع الترقيات والعلاوات، أنه لازم يكون عندك ساعات تطوعية في جهات خيرية. جيد. طيب أخيرا وعلى عجالة، كيف يستفيد ذوي الإعاقة من الخدمات التي تقدمها الجمعية؟ نعم، الجمعية خصت رقم خاص في حالات النقل الطارئ، موجود على موقع الجمعية في تويتر، وكذلك حساب الموقع الرسمي عندنا كذلك في تويتر. يعني بشكل مستمر نحدث الخدمات المقدمة لهم في أزمة أثناء أزمة كورونا. شكرا جزيلا لوجودك معنا الأستاذ محمد الحمالي، وأنت مدير عام جمعية الإعاقة الحركية للكبار. يعطيك ألف عافية. الله يعافيكم، شكرا لكم. شكرا.